أنا قلت نشتريها العربية اللي بمقام الدكتور أكرم شرطي. حد يجيب عليه تأشيرة من البنك انه ما عندوش رصيد. بس انت كده هتلبسيه قضية. لا انا بضمن انه ملكي. اه والله صح الكلام. ها الو يا صالح، بعد اسمعين عشان ابعت مشوار البنك. مع السلامة. بس اوعى تكون ناوي تدخليه السجن دلوقتي. اما يكمل مهمته هتشوف انا هعمل فيه ايه. هتخلصي منه؟ ريح نفسك انت يا عبدو، انا محضره لاكرم حاجه كبيره قوي تليق بمقامه ومركزه كاستاذ في الجامعه ورئيس قسم. قالوا بيعمل ابحاث علميه عن ارض بحر تطلعنا مزورين. عايز الجد الراجل ده يستاهل الكوي بالنار. اللي زيه نطاط ما يهمتش الا لما تذبحه خالص. وانا بقى اللي هذبحه وبالقانون عشان ما اغفرش جزمتي بترابه. القهوه يا ولاد، عيشنا وشوفنا. اللي في سنكم قال ايه يشرب قهوه؟ طب دي احنا على ايامنا بقى كنا نشرب الحاجات اللي تروق الدم، حاجه ساقعه كده، عرق سوس، ليموناتي. هو انا بقيت زي زمان يا ماما؟ ده انا كفايه عليا تليفون واحد تهديد عشان اشرب قهوه وساده كمان. مش بيقول المعلم بيموت؟ ده بسبعة ارواح لسه شاتمني من شويه في التليفون عشان ما اطمنتش عليه، وطبعا تهديد زي العاده. واذا بصيت من الشباك هلاقي واحد واقف تحت. ممكن يتعرض لاحمد؟ ما هو هيفضل يجنننا كده لحد اماني ما ترجع له. اماني ترجع للسويج تاني؟ ما هو رافع قضيه طاعي. انا رافع عليه قضيتين ضرب، واحده منهم ضرب افضى الى يتخاف منه على نفسها. ده بني ادم ده، واذا المحكمه بقى مكانته من هي؟ ده راجل هيعمل ما بداله. هو رافع قضايا واحنا رافعين قضايا، ده راجل متجبر يا ناس. مالك يا احمد؟ هدخل المواد اللي اعتذرت عنها. يا شماتة العدو الفيني، يعني السنة ضاعت يا احمد؟ لا يعني كم مادة؟ لاتيني ولغويات. يعني ما نقول سنة رابعة؟ إن شاء الله بعد امتحانات دور سبتمبر. أحمد ربنا على كده، ذاكر وهتنجح في الملحق، ما تضيعش السنة يا أحمد. معلش معلش يا سمية، كنت عايز أطمنك لكن حملك كان تقيل يا أحمد. يعني عندك ملحق يا ابني؟ أيوة ماما. طب معلش يا ضناي، الصيف ما فيهوش قضايا، تقدر تكلني بقى في الشقه وتذاكر. الله، امال فين الغفير؟ زحلقتها على قرايبها واديت لها فلوس تشتري لهم حاجه. الو. ايوه يا احمد، انا اديتك بحثي عن ارض بحر. امال راح فين؟ مش في اوراقي، مش لاقيه. لا انا ما زرتش بحر. ايه، معقول وصل سميحه واخوها سرقوه؟
وساكتين ازاي؟ ازيك يا عبد؟ على فكرة يا سميح، أنا جبت الإختيار اللي كان جاي الأكرم أهو. عظيم، أنا هدوشه شغل بقى علشان ما يحسش بحاجة. أيوة، لأحسن يحفر من ورانا تاني. لا ما تخافش عليا، أنا هشغله وأقلب كيانه راس ورجلين. بس اسمع أقول لك يا عبد، ما تخليش أي حد من عندك يجيب له سيرة الشيف وتقديمه للنيابة. بس المسألة دي هتاخد وقت. أنا كان رأيي كنا خبطناه على ننفوخه وريحناه واستريحنا منه. لا، العنف هينبه البوليس لينا ويخلي الناس تاخد بالها. أيوة بس الوقت بفلوس. بس ما حدش هيحس بينا. أكرم هياخد حكم بالسجن غيابي ومش هيقدر يتكلم ولا حد هيدافع عنه ولا يشك فينا ونخلص منه. أنا طريقتي أسهل وأسرع. وأنا طريقتي أسلم وتوجع. مش معنى المرة دي اللي بتقولي لي يا سمية؟ ما أكيد اتقدم لك كتير قبل كده. أصلهم المرة دي مصممين قوي. والحل يا بنتي؟ الحل؟ مش عارفة. مالك يا أحمد؟ الظاهر إنها لازم تقفل بكده. أنت بتتكلم بالطريقة دي ليه؟ امال عايزاني اعمل ايه؟ اقولك مبروك اياك. الله، ما تهدوا كده. امال يا ولاد مالكوا بتعقدوها كده ليه؟ وانت فاكرني حوافق؟ انت قلتي لباباكي ما وافقتيش ليه؟ انا قلت له مش موافقه وبس. وليه ما صرحتوش بعلاقتنا مع بعض؟ ولا تنكسفي؟ يوه، ايه الكلام ده يا احمد يا ابني؟ بس وهتقول له ازاي اذا كنت انت لسه ما خلصتش؟ استني بس يا اما، استني. مش ده اللي انا بتكلم فيه. امال قصدك ايه؟ انا عمري ما سمعتك تتكلم بالطريقه دي. شوف يا سميه، اذا كنت مصممه ان حبنا ده يستمر وعلشان تريحي نفسك من العرسان اللي داخلين طالعين ليه النهار دول، يبقى لازم تقولي لباباك انك بتحبي واحد بواب. ها؟ وابوه كان بيشتغل بواب. الكلام ده سمعته قبل كده؟ لا ما افتكرش. ده كلام فاطمه يا احمد. فاطمه الوحيده اللي كانت شايفه وفاهمه وحاسه بكل حاجه. جرى ايه يا احمد؟ انتوا هتقلبوها غم ولا ايه؟ يبقى ثروت معاه حق، كل اللي قاله لي صحيح. وقال لي ايه كمان ثروت؟ قال لي مهما عملتي له ومهما اديتي له هيفضل طول عمري يعايرك بغناكي. مع السلامه يا طنط. سميه، بقول لك ايه يا بنت؟ استني. حاضر. السلام عليكم. وعليكم. انا جاي من طرف الدكتور عماد. امال هو ما جاش ليه؟ عنده حاله مستعجله وبعتني عشان ادي ابنها. اتفضل من هنا. بس انا الدكتور عماد مشغول وبعت الاستاذ عشان يديك الحقنه. مال شويه سبيرت ولا كلوني لو سمحت. عناية. ايه ده خفيف يا ابني؟ شوف يا عبدو، المناعشه 500. لو واحد فينا وقع هيوقف لك التاني، ومش هنسيب ارض بحر ابدا. احسن لك تسيب الارض، ده اخر انذار، بعد كده هنقتلك. وزي ما انت شايف احنا نقدر نعمل اي حاجه في اي وقت. سالم! 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 يا سالم! سالم! يا سالم! ده اتفقنا؟ هو انا كنت اتفقت معاك انك تبقى ولي امري؟
احنا اتفقنا اننا نتجوز. وأمرت ايه؟ فهمتيني كده؟ غيرت رأيي. بس ده يغير اوضاعنا كلها يا سميحة هانم. ليه يا دكتور؟ هرجع عادي مع المؤسسة. وترجع العربية؟ قيمة الدكتور أكرم شوقي مش في عربية ولا في هيافة من دي. على العموم أنا بكرة هفصلك ومش هستنى لما تقدم استقالتك. بس الأول تجيب عاد العربية ومفاتيحها. آسف. في شيك بمثابة كمبيالة بتمنها. ابعتيه أبعتلك المفاتيح. سميحة كويس إن جيتي. مناعش بيهددوني يا سميحة. حصل إيه تاني؟ جالي واحد عامل تنرجي ورفعني بالمسدس وهددني بالقتل يا سميحة. معقولة؟ جالك هنا؟ آه. طيب معلش، من بكرة هزود عليك الحراسة. أرجوك أرجوك تزود الحراسة. أنا مش عارف اللي بيعملوه معايا ومع مرشد ده كتير قوي ده. معلش يا عبدو، كل شيء هيتصلح. بس أنت أهدى دلوقتي واستريح ونام. هو المحامي مش قال انه هيكسب قضية الضرب الاولانية؟ المحكمة قررت ان من حق الزوج تأديب زوجته. يعني انا ممكن اخسر القضية التانية؟ المحامي هيستأنف القضية الاولانية ويضمها على التانية. قلتلكم ان عبد القادر ده جبار ما سمعتوش كلامي. اسكت ياما اسكت، الله يخليكي. انت اللي ما سمعتيش كلامي من الاول وجوزتها له. انا هضيع كده يا احمد؟ لو ما كنتش جوزتها له يا ضنايا كان زمانك لسه ماسك الخيشه والجردل وهدين حيلك، وكان زماننا مرميين فوق السطوح. هي انما نجيته للحق هو اللي عايشكم في العز ده كله. عز؟ عز ايه ياما ده اللي بتتكلمي عليه؟ عز ايه؟ يغور العز ده؟ لا ياما، لا لا، انا عاوز اعمل اللي انا عايزه بدراعي، اكل لقمتي بدراعي. عاوزها تتجوز بعقلها وقلبها، مش بمحفظة فلوسها حرام ياما. طب وقضية الطاعة يا أحمد؟ تأجلت. شوف لي محامي تاني يا أحمد، أنا مش عايز عسكري يجي يسحبني لعبد القادر. أرجوك يا أحمد. المزمزيل بتقول لي بيع كرات. حلوة، هتليق قوي في الكرات. أصلك يا حبيبي ما انتش نافع في حاجة. يا بيت أنا أشتيكك في أرض بحر. يا ابني انا لسه ما خدتش منها حاجه. ثم ازاي بتقول شريكي وانت لسه ما خلصتش على واحد؟ بس ريح حميان. ولا قدرت على هاشم؟ انا عارف هو فين، ده عامل زي فرقع لوز. صبيانك فين؟ مش عارفين له حته. ما هو لو يقعد في حته نخلص عليه. ودي ناحيه تانيه ما انتش نافع فيها برضه. ارفع في السوق، في البوتيكات، في المؤسسه، نعيش زي ما كنا عايشين يا معلمه. قال انت نام على ودانك. ما سامعها غيرت النظام القديم ده كله. عايز تعيش معايا قدامك حاجتين، صفي لي مساله بحر وحكايه بنت البواب دي كمان. حاولنا نطلع منها الفلوس عشان نستثمرها لها، ما قدرناش حتى نكلمها. عيني عينك كده. ودي برضه حكايه ما انتش نافع فيها. صرفت، قول لي اعمل ايه وانا اعمله. اخد كام راجل ونهجم على الشقه واطربقها على دماغها. لا لا، يعني انت لسه عايزها يا بيه؟ يبقى اتصرف بقى زي المعلمين ما بيتصرفوا وراضيه. طب والفلوس؟ ما هو احنا لما نراضيها وناكل الجو هناخدها ومعاها فلوس. طب والقضايا؟ ده انت جوزها يا بيه، ده انت جوزها. ارمي القضايا ورا ظهرك وخد لها هدية وروح لها وصالحها. مش جاي سميعة تزعل؟ وتزعل ايه يا بيه؟ ما انت برضه بتعمل كده عشان الفلوس. وان زعلت هتاخد المؤسسة وتحجر عليك من دلوقتي. شوف نفسك يا بيه وما تتجوزش كام يوم بمليون، تبقى ولا مؤاخذة مش انت. وحيث اننا ما نفعناش في العنف نجرب السياسة. كلامك مظبوط، ماشي كلامك يا مرسى. مية مسا يا احمد. حط الحاجة عندك يا سالم.
ايه ده يا سالم؟ هدايا. البيه جاي يصلح مراته. ياه، هدايا ولا مقالب؟ جر الشر يا سي احمد، ليه الظن الوحش ده؟ افتح لي قبل العلب يتاكد ويشوف بنفسه اذا كنا جايبين له هدايا ولا مقالب. ودي ايه؟ بحايلك مراضيك يا ماني واللي عملته. الله، يا ما بيحصل بين الراجل والست بتاعته يا سي احمد. انا مش هعمل لك تاني ابدا يا عبد قادر. ليه بقى؟ مش قد المهم؟ عشان ادتني المهر ورجعت تسحبه تاني. لا معلش اطمني، خلاص مش هسحبه. قول انك جاي تهرب من القضايا بقى. افهمك حاجه يا استاذ متعلم، انا لو رحت للقاضي قلت له الست بتاعتي بحبها ورقيتها هينصفني كده ولا ايه؟ انت عارف انك هتاخد حبس في قضيه التعدي عليها قدام الكليه؟ لا معلش قلبك ابيض، انا عندي محامين يفهموا في القانون كويس قوي. انا بقى مش هرجع لك تاني ابدا يا عبد قادر. شوف يا بنت الناس، المحكمه هتنصفني هتنصفني، بدل ما غرجرك بقى ببيت الطاعه والكلام البايخ ده، خلي كده باللطافه والحب، مش كده ولا ايه يا بنت الحلال؟ لا بقول يا معلمي امرس، اديها فرصه تراود نفسها شويه. هي كلمه واحده، كان ليه بس يحصل ده كله يا بيه؟ ليه المصاريف في البطن بتتخانق يا زينب؟ يا جماعه الصلح الخير، الجوازه دي انا ما كنتش موافق عليها من الاول. معلش يا سيدي، اديني دفعت ثمنها خلاص. وعايز اقول لك حاجه تفهمها كويس، مفيش محكمه في الدنيا تفرق بين الراجل والست بتاعته. طب بقول ايه يا بيه، ما تديها فرصه كده انها تهدى وتفكر بعقل. يوه تاني يما. يوه هي ليها حق يا بيه، لا انت ولا رجالتك شفنا الراحة منكم ابدا. اصلهم ملايين يا زينب، ملايين دفعتهم مهر واحدة وبتتنمرد عليا. سبحان الله في طبعك يا اخي، انت هو انت يا عبد القادر ما بتتغيرش ابدا؟ رجعت لنغمة التهديد تاني؟ ما تخليك محضر خير مال، خلاص انا زهقان قوي، خلي بالك ومطول بال على الاخر. خليك حلو يا خليك حلو عشان امنجهك واروقك وهندزك. هياكلكوا المزية يا اخويا. قلتوا ايه؟ قلت اما اشوف المحاكم بقى هتقول ايه الاول. بقولك ايه يا معلمي، سيبها تراود نفسها شويه كده وتهدى. عشان خاطرك يا مرسي، راودي حلوه، راودي بس ما تطوليش. ها سلام. أنا استقلت. أنا فصلتك عشان أنت مع بحر ضدي. أنا مش هضيع وقتي في مناقشة الجزئية دي. أمال جاي ليه؟ هديك العربية، هتنازل عنها رسمي. طيب ليه عندك شيك وبقيت حساب؟ شيك إيه؟ الشيك اللي كتبته بثمن العربية. ايوه بس ده طلع شيك من غير رصيد. ما انت عارفه انه من غير رصيد. اوعى تعلي صوتك ارميك بره. يا سلام، انت بتكلميني بالشكل ده ازاي؟ اطلع بره. الشيك الاول. مالكش عندي شيكات. مش هديك العربيه، مش هتنازل عنها. مش مهم. يعني ايه يا سميح؟ يعني تخرج بره بدل ما نادي على حد يخرجك من بهدل. انا مش فاضي لك بره. شوف يا ابن زينب، انا مش دافع شويه، لا ده انا دافع كتير، دافع اكتر من 2 مليون ما بين ذهب والمزار عربيات شقق موبيليا هدوم. ما انت اتجوزتها قد ايه؟ شهر ونص ب 2 مليون وزياده. ليه؟ بنت مين؟ بنت بارم ديلو. وليها مؤخر ونفقه كمان. لا معلش يا حبيبي انسى، مش هتاخد حاجه. لا هناخدهم. كنت افرمكم بالعربيه. اسمع بقى ما اقول لك يا عبد القادر يا سوهاجي. اطلع بره انت. الكلام خلص، بس اسمعني كويس، اذا حاولت تتعرض لنا باي سوء انا هذبحك. ها هذبحك في عز الظهر الاحمر وفي وسط الشارع، هاخد فيك تأبيده يا عبد القادر. سالم في ايه يا معلم؟ جر الواد من قفايا على بره. هز بيها. أنا ماشي.
بس حذرتك عبد القادر. ها وانت حر بقى. والله يا عيال ابن زينب جاي يعمل لي اماس دي هزلت. انت المدعو اكرم شهدي؟ انا الدكتور اكرم شهدي مش المدعو. صدر ضدك حكم بالسجن. سجن؟ كويس اني لقيتك. خير؟ معقوله هتسمعيني الدرس التاني زي المره اللي فاتت؟ أبدا يا سمية أنا آسفة، ضميري أنبني قوي على اللي قلته لك المرة اللي فاتت. لا أبدا، الظاهر إن هو ده الصح. لا يا سمية ما تقولش كده، مش صح. أنا اللي كنت فاهمة غلط. أحمد بيحبك فعلا، وأكيد انت كمان بتحبيه قوي يا فاطمة قوي. احمد طيب وحساس، واللي زينا بيبقوا حساسين زيادة شوية. سمعتك بقى. انت شايفة كده؟ لا انا حاسة بكده ومتأكدة. اللي زي احمد يا سمية الواحد ما يفرطش فيه ابدا. تحب تشربي ايه؟ معلش عشان الحق شؤون الطلبة قبل ما يمشوا. مبروك النجاح. مبروك عشانك وعقبال احمد. مع السلامه. الله يسلمك. ازاي تبعت لي عسكري يقول لي صدر ضدك حكم بالسجن؟ اقرا. أنا ما عنديش أي معلومات عن كده. أعلن استلمت الإعلان أكتر من مرة. ما حصلش ده تزوير. عرض. هو أنا هين؟ أنا أتاخد كده؟ أصدرت شيك بدون رصيد باسم مدام سميحة حسنين السهاجي بمبلغ 50,000 جنيه أخدت بيه حكم. مش شيك دي كام بيالة تمن عربية. عارض يا دكتور، قول الكلام ده واثبته للمحكمة بالأدلة. أنا هعرضك عن النيابة فورا، هدفعك كفالة، هتعمل معارضة، مسائل هيقررها وكيل النيابة، لأن تحرير شيك بدون رصيد جريمة. يعني أنا مجرم؟ صدر ضدك حكم بالسجن. وممكن أتسجن؟ طبعا. وتدخلني السجن؟ أنا مسؤول عن تنفيذ القانون. قلت ايه؟ انا بفكر بحاول استوعب الموقف. موقف ايه؟ ده انت مضى على شيك ومعترف بيه يا دكتور. انت تشوف ازاي تفلت من الحكم بالسجن. هعرض، هقارع القانون بالقانون، وهثبت ان حسن النوايا ليس لقمه سائغه للخبث او النمده. هقطط القانون وهوضح له الخلل اللي فيه. خلل ايه يا دكتور؟ مضى على الشيك ومعترف بيه. الخلل اللي بيسيب الطيبين لما يقعوا في ايد النصابين. المفروض القانون يحمي الطيبين من النصابين. ايه يا احمد؟ عملت ايه مع السهاجي؟ اتفقت معاه يا ابني؟ مفيش فايده. عايزها. السهاجي عاوز اماني. انا بقى مش عايزاه. وهو مش هيسيبك يا اماني. ايه؟ ايه دي كده علشان نعرف؟ شوف لي 10 محامين، 20 محامي، وقف له موقف بقى يخلصني منه.
يا بنتي بس يا أم ارحميني، ارحمني يا أحمد، اعملوا معروف، غلط أنا غلط، أكفر بعمري وحياتي عن الغلطة دي ولا ترحموني. صباح الخير. صباح النور. كويس إن جيتي. خير؟ مش هتحضري بقى تركيب المكن في المصانع؟ دي شغلة رجالة يا عبدو، إيه اللي هيعملها ما نسينا عمال؟ أيوه بس لازم برضو نراعي مالنا بنفسينا. جنابك روح معاهم. ما هو معلش أنا ورايا شوية شغل. يا عبد القادر سيبك من أماني بقى وخلي بالك من شغلك. واسيب لها الفلوس يعني؟ ما تخافش، الفلوس هترجع. وفوقهم أماني. بيت الطاعه هيخليها ترجع علشان تنفذ بجلدها، والمحامي اكد لي ان احنا هنكسب القضيه، وانا بقى هروح اعاين بيت الطاعه بنفسي. السهاج ابتدى بيا ومحدش صدق، سحبك وما تنبهتلوش. سحبك؟ ايه الالفاظ السخيفه دي؟ ولعب نفس اللعبه مع اماني واهلها، بس المره دي وقع في شر اعماله لانهم كانوا صاحيين له. ولولا ان بقيه الشقق يا مفروش يا مسافرين ومقفوله لكان اذاهم برضو. بيأذي واحد ورا التاني، ولازم نقف له سوا كلنا مع بعض. وساعتها هتهدوه؟ ايوه، نستلمه كل واحد من ناحيه وما تدوهوش فرصه يفكر. مش هيلحق، خبطه منا وخبطه منك وخبطه من اماني. يا اختي الدكتور الزهر يخبطه، ده هو اللي خبط الدكتور دواخه. لا برضوني مدام، تصرفات السواجي معايا هتوقعه في شر اعماله، سرقته البحثي، التزوير من عدمه في شر ارضك، كل ده هنا في دماغي. عظيم، شوف ازاي تفلت من الشيك وتجيب البحث. هشوف زميل من اساتذه القانون متخصص، هقف للسهاجي، هحاربه في كل الجبهات، هنسيه نفسه واسمه كمان. ايه رايك يا ست الكل في بيت الطاعه اللي عيناه النهارده؟ هايل. بالليل بقى في الحته الهو اللي هي هتقعد فيها هخلي قلبها يقع، خصوصا لما كابل كهربا يتقطع، دي بيعوي الشجر يسقف في بعضه، وهي يا حبه عيني قاعده لوحدها من غير انيس. لا 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 لا، ما احنا هنوسها برضه يا مرسي. ازاي يا ست الكل؟ هنربي لها الراب باللي هنعمله فيها. هي بس تيجي على هناك وسيبي الباقي لرجالتي. في الاول اللي هتجيبها قضيه الطاعه وبايد البوليس، والباقي بقى خليه لمرسي. انت لسه ما خرجتش يا احمد؟ هروح فين؟ للمحامي، قضيه الطاعه بكره. المحامي عارف ان القضيه بكره. فكره، خليه ياخد باله من سوهاجي وقلعيبه. معقول يا اماني هعدل على المحامي وهتدخل في شغله كمان؟ انا خايفه قوي يا احمد، مرعوبه. سوهاجي محضر لي منفى بين الشجر مليان رعب. مين اللي قالك الكلام ده؟ التليفون، التليفون سمعني تهديدهم للي هيعملوه فيا لما يكسبوا القضية. ما اروح للمحامي. اجي معاك. لا لا لا، ليه؟ الو تاني. اهلا سميح. مساء الخير يا عبدو. مساء الفل يا ست الكل. بقول لك ايه، جهزت المحامين عشان بكره؟ كله تمام. يعني اطمن انها هتشرف قريب في بيت الطاعه؟ اطمن، بكره يترجع الفلوس يا تخش مستشفى المجازيب. ده انا هعمل فيها عمايل. اه، والمصانع وصلت ومستنيين اوامرك علشان تتركب في التقسيم. تركب على طول، عايز المصانع تركب، عايز المكن يدور ويلف. Thank you.
سميح؟ كسبت قضية الطعم؟ هو المحامي هيقدر يأجل قضية الطاعة دي على طول؟ لحد ما يتحكم في قضية الضرب. المحامي استأنف في قضية الضرب الأولانية وضمها على قضية الضرب الثانية لأجهضتك. وتأجلت لحد إمتى يا أحمد؟ لغاية بعد امتحانات يعني في أول نوفمبر. ودي هيتحكم فيها على طول؟ ده يتوقف على الشهود بتوعك. ثروت وجلال وسمية؟ لا لا أنا بقول كفاية ثروت وجلال، يعني مفيش داعي نجرجر سمية في المحاكم. يا سلام، خايف عليها ومش خايف على أختك؟ لا ياما، كفاية شهادة الرجلين وشهادة المستشفى. مالك بس يا ضنايا؟ متاهة، متاهة ياما، متاهة ايه بس يا ضنايا؟ ما انت عندك دلوقتي يجي مليون واكتر. الخيشه كان لها طعم احسن واحسن ياما، لا كان في قضايا ولا مشاكل، مش كده ولا ايه؟ الظاهر كده. طب بس هدي نفسك انت بيه. اهدى ازاي يا سالم، اهدى ازاي؟ خلاص اتجوز عليها. السلام، وادفع تاني. مؤخرك كتير برضه بيه. هو بعطره حتى ان بعطرته تفتكر حلاقي واحده زيها بسهوله؟ سامحني، انت اللي افتريت على النعمه بيه. السلام، بنت سعيد البواب بقت نعمه خلاص. انا اللي ضيعتها، انا اللي ضيعتها، وضيعت ابني اللي كان ممكن يقف جنبي بدل ما مرسي وغيره عمالين ينحلوا في قبري. سالم مش هاسكت، هجرجرها من شعرها واللي يحصل يحصل. يا ست سميحة، يا ست سميحة، البير راح يتخانق مع ست أماني وأهلها والشر في عينيه. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي، السوهاج يا بنتي السوهاج، وده جاي ليه؟ افتحته ولا ما افتحلوش؟ ليش فيه يا احمد مش هنا؟ ازاي يا بنتي يكسر الباب علينا؟ يا بقى يخش السجن. والنبي بقولك انت حد هنا؟ لا كده؟ طب انا هشوف شغل. ايه حكايتك يا عبد القادر؟ هتعمل زي العيال الصغيرين ولا ايه؟ ده راح لها الشقة وكان عايز يكسر الباب. البوليس بقى سعيد بس منك له. حد فينا قصر في حاجة؟ ما احنا كلنا جنبك وحواليك اهو. انا عايز مراتي، عايز اماني، محتاجها جنبي. اتجوز يا بيه اتجوز. ايوه اتجوز واحدة تانية، وما تصهرش نفسك كده. لا انا عايز دي بالذات، عايز اماني، محتاجها، مفهوم؟ ايوه احنا هنسيب الشقه دي ونشوف شقه تانية. ونسيب شقتني؟ احنا غلطتنا اننا ما بعدناش من الاول يما، خفنا على الشقه. احنا هنتخذ الاجراءات القانونيه علشان البوليس يلاحظها. لازم نبعد عن السوهاجي، نشوف شقه بعيده في مدينه نصر ولا في العباسيه. وهندفع قد كده يما؟ احنا هنقعد في مفروش، المهم اننا نبعد عن السوهاجي وعن المشاكل. مش معقول هنفضل طول عمرنا عايشين في القلق ده. ها قلتوا ايه؟ لما تشوفني تقف، فاهم؟ مقبولة منك يا ست الكل. تعال. ايه ده؟ ده اختار بقضية اكرم بيطالب بالتعويض عشان فصلتيه. مش هديله حاجة. المحامين بتوعنا بيقولوا ان القانون معاه. انا هقدمه. وايه ده كمان؟ ده امر بالنيابة
بوقف تركيب المصانع لحل البت في قضية الأرض. المحامين بيقولوا إن بطنا سليم وما فيهوش أي حاجة. ومحامين المرعاش ليه؟ خدوا قرار؟ خدوا قرار؟ ده لا يمكن يحصل أبدا. أهو حصل وبقولك. يعني إيه؟ هنا بقى مرسي اتصرف. في العقد دي بقى الحل عند مرسي بس. ازاي يعني؟ اركب المصانع بالليل، يعني هي النيابة قاعدة بالليل. وبعدين؟ احط المرعشلي والنيابة في حزب ايز. طيب افرض خلى حد اتعرض لك. افتح مخي، حكي مرسي فتح قوي يا ست الكل. طيب اتصرف. بس كده هوشلنا هبر عشان ايه؟ نستعملها اكراميات. هيحصل، بس الخوف ان هما ياخدوا امر ازاله. المصنع منفعه عامه، ما حدش يزيله ابدا. وبعدين هنشوف كم منفعه عامه كده نعملهم. اهو ينفعوا اذا كانوا يعني المرعشه كده فكروا في الازاله. ايوه الاستاذ المحامي وصل يا فندم. خليه يتفضل. ادخل. صباح الخير. صباح النور. عارف قرار النيابة يا أستاذ؟ طبعا يا هاني، وعندي صورة منه. طيب ممكن نشتغل بالليل؟ هنقدر؟ هنقدر وربع يا أستاذ. شوف يا قضية أكرم. قضية أكرم للأسف ضعيفة. إيه اللي جرى؟ إيه اللي جرى وخلى كل حاجة تمشي غلط؟ أقربتيها يا ست الكل وفكرت بزراير. مش بينفوخ مرسي برلانت. حاكم يا متر، اصل في ايه؟ في ناس هيصة وناس لايصة. ايه يا هاشم؟ وانا لازم اتحايل عليك يا اخي علشان تيجي؟ اتصرف يا اخي وتعالى من غير ما حد يشوفك. طب اسمع، خلص على مكان المصنع. ايوه. في حاجة حطيته مص السهاجي غير المكان اللي دفع فيه الشيء الفلاني. ايوه، خد بالك من نفسك. ربنا معاك، مع السلامة. النهارده يا عبد القادر، كنت فين؟ انا ما خرجتش خالص. هتفضل واقف لها كده على النواصي؟ ايه، هو وصل بينا الحل كده؟ تعبنا قوي النهارده يا ست هانم. طب اجيبها ازاي؟ فطمونا انتوا، اجيبها ازاي؟ عندكم حل تاني؟ قولولي عندكم حل تاني. ولو ان يعني الشقه مش هي، انما دي احنا نرتاح من وش السهاجي. سيبنا عيشتنا ومذاكرتنا ومستقبلنا كله، قعدنا نرتب ازاي نهرب من السهاجي. يا ساتر، هدف حياتنا بقى ازاي نهرب من السهاجي وبس. عندك حل تاني؟ كنت سمعت كلامني الاول وما اتجوزتهوش. اتجوزت وخلصنا بقى يا احمد. القضية دلوقتي مش اتجوزته ليه، القضية ازاي اخلص منه. يبقى نهرب يا اماني، نهرب لحد ما نقع ولا نفلت. اما المذاكره والامتحانات والجامعه بالسلامه بقى. كفايه تقطيم فينا بقى يا احمد، كفايه يا اختي. عمال ينغص في جدتنا ويسمن في بدلنا ليه؟ ليه كده يا ابني ليه؟ لسه بتسالي ليه يما؟ ليه؟ على فين؟ تاري. طب ما تسيبناش لوحدنا يا احمد. معلش يما، انا مش هتاخر. مع السلامة يا دمعي.
بفعل فاعل يا بيه. ماسوره الميه اللي معموله عشان المباني والمصانع اتكسرت بطول مترين، عومت الارض ميه. طب والمكن؟ عومت كل حاجه. المهم طلعتوا المكن من الصناديق؟ لسه فيها. يبقى لازم تطلعوه. شوف حاجه تشفط الميه، الميه لو طالت المكن المكن هيصدي. انا جايه معاك. اللي عمل العامله دي هاشم المرعشلي مفيش غيره. ما انا قلت من الاول خلصوني منه. المزمزات بتقول بالقانون. ايوه اهلك 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 اللي اقوله انا بس اللي يمشي. انت عيان وما تقدرش تصرف امورك. الاستاذ موجود؟ ادخل يا اخويا. اتفضل. اتفضل يا استاذ اكرم. بحر، هنا كل الأدلة على إنك ما بعتش أرضك. المستندات دي كاملة؟ حتى بصمة البايع جبتها من ملف البطاقة بتاعه. بحر اللي باع شخصية مصورة. هات التليفون يا سرايا خليني أكلم المحامي. أكرم إدى ملف تاني البحر وقدموه للمحكمة وهيثبتوا إن البيع مزور. أنا ماليش دعوة. اتصرفوا بحيث أبيع وأخلع. أبيع المباني والمصانع وأفك قبل القضية ما تنتهي. طب وأنا؟ انت يا خفيف قضية التزوير ضد انا؟ لا اطمن هتطلع منها، المحامي بتاعي شاطر وهيطلعك. واذا ثبت التزوير؟ هادي الله واضح حكمته. اعمل ايه؟ القانون قانون. تخش السجن انت. السجن؟ اخش السجن؟ بمليون يا مرسي. انت هتاخد مليون جنيه لما المباني دي تتباع. فيها ايه يعني لما تسجل لك 5-6 سنين بالمليون ده؟ ابوك كان يحلم بيه ولو بتأبيده. ده البيع هياخد 100 مليون وانا برضو هخش السجن يا بجم؟ ما بشغل امثالك وبرسمهم ليه؟ يعني ممكن اخش السجن؟ ده اذا المرعشه قدروا يظبطوا حاجه ضدك. بالمناسبه خلصيني من هاشم المرعشلي، بيطلع لي في المنام يعمل لي كده. هاشم المرعشلي ده يا عبده شبح. انا اكسر الظهريني الاول. اقشر البيضه للبيه كلها ويديني القشر وكمان هنسجن بداله. على فين يا باجم؟ هنسجن بدالك. وبحر هيطلب مني تمن الارض. ما هو اصحاب الشقق مش هيترموا في الشارع. وطول عمرك في السليم. انت في السليم واحنا اللي في الغلط. انت بتقول يا اصل ناس هيصه وناس ليصه يا بيه. الواد ده شايف نفسه قوي. على بره يقل ادب ويترمي بره. سالم زباله نفايه بترموها في الشارع بعد ما خدتم كل اللي انتوا عايزينه. ما عادش ليا لازمه. تحت امرك يا معلم. اذا ما كنتش هتفيد ما يبقاش ليك لازمه عندنا. ولاحظ حاجه، انا ما بضربش ولا كسرش، لا انا بذبح. اذبح وبس. تذبحيني؟ تذبحيني بعد ما خدمتكم؟ اذا ما كنتش هتقعد وتعمل اللي احنا عايزينه هذبحك. اسمع يالا، ما تاخد فلوس الكوت على بره. معاك فلوس تعيش بقى ايه ولا الاكابر؟ اهرب اهرب. اروح فين بس؟ ان شاء الله تروح اوروبا. معاك فلوس تعيش في اي حته. انا زي السمك، لو خرجت من البلد دي اغرق اموت. يبقى خلاص تتصرف زي ما كنا رسمين من الاول والدوخ بحر واللي معاه. دول رافعين قضيه تزوير واحنا مزورين بحقه حقيقي. هننكشف يعني هننكشف. يبقوا يثبتوا كلامنا. المهم التزوير ده اثباته لا يمكن يتم ابدا، فاهم؟ وازاي هنمنع الاثبات ده؟ اذا قتلت بحر مين اللي هيشتكي؟ واذا حتى في حد هيشتكي هيثبتوا ازاي ان بحر اللي مات مش بحر اللي باع؟ اقتله يا مرسي، خلص عليه خالص. تخلص من القضيه ومن السجن. مين ده صراحة؟ ده علي التمرجع عيان وبعته مكانه عشان يديك الحقنة. ارجع يا جدعت. الله، انت مش هتاخد الحقنة ولا ايه؟ معلش يا اخويا، اديله الحقنة قبل ما اعمل لك كوباية شاي. انت مين؟ وريني بطاقتك الاول. الله، نسيتها. بتشتغل مع مين من الدكاترة؟ انا بشتغل في مستشفى. انا مستشفى.
انا بشتغل في مبره المعادي. في اي قسم مع مين من الدكاتره؟ الله، هو تحقيق يا استاذ، مش عاوز تاخد الحقنه بلاش، نمشي. هات التليفون واطلب البوليس يا سرايا. بوليس ليه؟ طب ما امشوا يا دار، ما دخلك شر، مش عاوزين بلاش. استنى عادك يا سرايا. بسم الله الرحمن الرحيم. الله، امال الراجل راح فين؟ يا اسرايا، ده من عند السهاجي الحي ده، كان حموتنا يا اسرايا. هو الراجل راح فين؟ نرجع بقى ليه؟ تاخد الطلبات لمامتك وتذاكر، وانا اروح احسن اتاخر. طيب نقعد شوي. انا خايفة بابا اللي شددها معايا تاني يا احمد. معلش، اصل متضايق من الشقة، متضايق من كل حاجة. الشوية اللي بقعدهم معاكي يغسلوا همومي. امرك. متضايق؟ معقولة سمية تتضايق من أحمد؟ مالك يا سمية، أنت خايفة؟ ما تخافش وأنا معاك، تخاف وأنا راجعة، بحس إنه بابا عارف إن أنا كنت معاك، تخاف لا يضربني، وإن ما ضربنيش بحس بعقدة الذنب. تحس بالذنب؟ ليه يا سمية؟ ليه؟ علشان ما موافقش عليك. ودي فكري هيجي يوم يوافق عليا. لما تاخد شهادتك تتوظف هيوافق، ما دام بنته بتحبك. بس انا فقير. ليه نبقى فقراء ما دام معانا شهاداتنا وشبابنا قدامنا العمر كله نبني فيه؟ أنا مستعد أشتغل ليل نهار عشان أساعدك. ما تكلمهاش. هتكلمها ليه؟ لا، هنفذ فكرة أكرم، هتعامل معاها بالغش والخداع زي ما بتتعامل معايا. اسمعها سميحة، أكرم جاهز مستندات تثبت تزويركم. طب ما يجهز وراح بيها للمدعي العام. وهيعمل بيها ايه؟ عمل خلاص، خد قرار بالتحفظ على اموال اخوك الحين البت في القضايا. اكرم راجل كبير وكل الناس الكبار تلامذته. استاذ جامع مش معلم هايب مستشار مرسي. وده امتى بقى خد قرار من المدعي العام؟ مش عارفة، اسأل المتر. لا، وازاي ده يحصل من غير ما انا اعرف؟ يمكن بيتصرف معايا كده زي ما تصرفنا معاه. طب اقول لأس المتر، صحيح فيه ضدنا قرار من المدعي العام؟ يعني هو لازم يختارونا الاول طبعا. طب افرض حد خد الاختار وخباه؟ مش ممكن طبعا، لان برضو لا يصدر قرار الا بعد اجراءات معقده جدا. وعلى العموم تحت امرك، الصبح اشوف الموضوع ده. الصبح مين هيجي له طقطان للصبح؟ بيقول لي الصبح. انا الصبح قال. طب استاذن انا. بالسلامه يا متر. سلام عليكم. معلش. سلام. مع السلامه يا متر. مع السلامه. يمكن لسه هياخد قرار. انت بقى تعرفي منه وتتصرفي فيه. انا؟ ايوه، ساكرم ده اللي دخلتيه عندي. ايوه، بس تفتكر انه يأمنني تاني؟ ما يهمنيش يأمن ما يأمنش، مش مشكلتي. كل يأمني نعرف راس من رجلية عشان اعرف انام، اعرف ارتاح، مش كده ولا ايه؟ طيب طيب، ايه ده انت دلوقتي يا عبد القادر؟ وقوم دلوقتي استريح. استريح؟ تيجي منين الراحة؟ هتيجي منين الراحة؟ اذا كانت بنت البواب بتلعب بيا، والصبي اللي بديله باكو ونص في الشهر بيعمل لي كمين ويبلغ فيا المدعي العام وتقولي لي ارتاح.